بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم ان شاء الله الميني بيتزا، طريقة سهلة وبمقادير مش مكلفة ان شاء الله. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا 5 مجات دقيق، معايا 4 معالق سمنة زي ما انت شايفاها كده بدرجة حرارة الغرفة، ودول 3 معالق سكر، معلقتين لبن بودر بيفرقوا جدا في العجينة بتاعة البيتزا، ودول 2 معالق خميرة كبار. معايا هنا 2 معالق زعتر صغيرة، و1/2 معلقة بيكنج بودر صغيرة، ورشة ملح. تعالوا بقى نشوف ايه هنعمل ايه. هحط بقى كل المكونات الجافة بتاعتي على الدقيق، اضيف اللبن البودر بتاعي، اضيف السكر، بسم الله، هقلب بقى كده كله مع بعضه. وادي الخميرة بتاعتي، اذكر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كده انا قلبت المكونات الجافة كلها في الدقيق، هضيف عليهم السمنة، انا جربت المكونات دي كذا مرة بصراحة، والطريقة ديت في البيتزا طلعت جميلة ما شاء الله، طرية وهشة وخفيفة. هقلب بقى السمنة في الدقيق كويس قوي كده، انا هعجنها بمية دافية يعني مش بلبن ولا حاجة. ادي دي مية دافية، احط بقى كده ايه شوية بشوية على الدقيق، طبعا ما احطش الميه مره واحده كده، لا احط الميه حبه حبه، علشان خاطر في انواع دقيق ما بتحتاجش سوائل كتير، في انواع لا بتحتاج سوائل، فانت على حسب ما العجينه تلم في ايدك. لما نحتاج ميه مش هنخسر حاجه، بس لو العجينه طريت منك بقى وانت الدقيق بتاعك خلص او مش موجود هتبقى مشكله شويه. انا لميت العجينه بتاعتي اهي كلها، لمت خالص اهي. اهم حاجه بقى في عجينه البيتزا تفضلي تعجني كده في العجينه حبه كتير، ما تزهقيش يعني. انا قعدت اعجن فيها حوالي 5 دقايق ل7 دقايق كده، لحد ما تتكون معاكي كده عجينه طريه وما بتلزقش ناعمه. انا كده خلصتها اهي، شايفة العجينة طرية وما بتلزقش في ايدك خالص اهي. معلقة زيت بس كده على الوش. برضو انا بقولك تاني، اهم حاجة مرحلة العجن في العجينة بتاعة البيتزا بالاخص، هي سر النجاح. هغطي بقى العجينة بتاعتي دي وهسيبها تخمر، ولما تخمر بقى تعالي نشوف هنعمل ايه. هعمل الحشوات بتاعتي، 2 معلقة سمنة، دي بصلايه معاها قرن فلفل فرمتهم في الكبة نعمتهم. هعمل النهاردة 2 حشوات، انا بس ايه هقلب البصل في السمنه كده يعني ايه مش كتير، هدبلها بس مش محتاجاها تاخد لون يعني. لحد بس ما تلاقي البصله دبلت معاكي اهي، البصله بتاعتي دبلت كده بقت كويسه،
دي بقى كده ايه، طماطمية صغيرة مقطعاها مكعبات صغيرة ودعكتها بحبة فلفل أسمر وملح، وضفتها على البصلة بتاعتي. قلبتها بس معاهم كده ايه على طول. ده بقى سجق انا فرمته في الكبة، نعمته خالص زيه زي اللحمة المفرومة زي ما انت شايفة خالص كده، مفيش فيه اي تكتلات. هقلبه بقى في البصل لحد ما كله يفك. هتقلبيه بقى كويس جدا مع البصلة اهو. تعالي بقى ايه، احط التوابل بتاعتي ونراعي مع السجق التوابل بتاعتك ما تبقاش كتير والملح ما يبقاش كتير، لان السجق بيبقى اصلا متبل. دي كده نص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة كمون والملح، نص معلقة ملح برضو صغيرة. هقلبها كده مع السجق بتاعي. النهاردة هعمل معاكم الميني بيتزا، وان شاء الله هنزل لكم فيديو بالبيتزا الكبيرة بإذن الله الإيطالي بحشوات تانية ان شاء الله مختلفة برضو هتعجبكم بإذن الله. هجهز بقى الحشوة التانية بتاعتي، برضو معلقة سمنة، ودي برضو بصلاية فرمتها في الكبة مع قرن فلفل، برضو هقلبها شوحها في السمنة لحد ما تدبل بنفس الطريقة برضو. البصلة بتاعتي دبلت اهي، هو كده كويسة قوي. برضو هنزل عليها بطماطمية صغيرة برضو، بعكها بشوية فلفل وملح كده. الحشوة الأولانية دي كانت حشوة السجق، دي بقى إن شاء الله هنعملها إيه، اللحمة المفرومة. كده انا قلبت القطايه مع البصله كده شويه، هنزل عليها بقى باللحمه بتاعتي اهي. كده الخمس مجات دقيق دول انا جبت لهم ربع كيلو سجق وربع كيلو لحمه مفرومه. وعلى فكره هيفيدوا منك تعملي مره كمان ميني بيتزا تاني، او تعمليها بيتزاي او اتنين كبار. لما تخلصي ان شاء الله البيتزا بتاعتك والحشوة تتبقى، شيليها في كيس كده في الفريزر وطلعيها تفك وتستخدميها تاني. برضو نص معلقة فلفل صغيرة، نص معلقة كمون، وهنا حطيت ايه معلقة ممسوحة كده من صغيرة من الملح. هقلب بقى كل التوابل مع اللحمة بتاعتي. اذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كده اللحمة بتاعتي سبتها وطيت عليها النار بس لحد ما تستوي، ورجعنا شفنا العجينة بتاعتنا خمرت ما شاء الله اهي، هخرج منها الهواء كله. خرجت منها الهواء خالص اهو، عجنها كده بس لمها تاني. تمام، تعالي بقى نقرصها. الصينية بتاعتي رشيت فيها شوية دقيق، هنقسم العجينة بتاعتنا بقى لكرات صغيرة كده،
حجم البيتزاية بتاعتك تقدري تتحكمي فيه براحتك، عايزاها صغيرة خالص زي اللي بنجيبها للولاد من الفرن، عايزاها أكبر شوية زي ما تحبي. أنا عاملاها النهاردة كده وسط. الميني بيتزا دي بقى أنا بصراحة بعتمدها في العزومات بتاعتي، في لو عاملة عيد ميلاد كده للولاد بقدمها برضو مع عيد ميلاد، بتبقى بصراحة ربنا جميلة جدا. في عزومات رمضان على طول في سفرتي بيبقى صنف جميل قوي بيشد ضيوفك وبيشد الولاد يعني، ومش متعبة ومش مكلفة يعني إلى حد ما. اديني كده خلصت العجينة بتاعتي قرصتها كلها، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. دي معلقة صلصة عادية خالص من البطرمان، تمام، تحطي كمية الصلصة اللي هتكفي معاكي كمية البيتزا اللي انت عاملاها. هحط عليها بس كده معلقة زيت كبيرة شوية، احط عليها شوية فلفل اسود، شوية ملح بس كده، هقلبهم بقى مع بعض. لو ما عندكش الصلصة اللي هي بتاعة البطرمان دي، ممكن نص خلاط كده او ربع خلاط قوطة تضربيه في الخلاط وتدقي له فصين توم وتعصجيهم، هيديكي برضو نفس النتيجة. ادي الحشوة بتاعتي، دي اللحمة المفرومة بعد ما خلصت، وادي السجق. هما كده جاهزين بقى على الايه، على الحشو. دول بقى الحاجات اللي هحطها على الوش. معايا فلفل اخضر، معايا فلفل احمر، زيتون، فلفل اصفر، دي طماطم مكعبات صغيرة، دول هستخدمهم بس كده. انا هحطهم على الوش برضو اللي موجود عندك، يعني ما فيش الفلفل الالوان ده، تقدري تستخدمي الفلفل الاخضر لوحده مع الطماطم مع الزيتون حسب اللي موجود عندك. هاخد بقى القرصة كده هعمل لها تجويف من النص زي ما انت شايفة كده، مش هاجي ناحية الحرف خالص، هبططها من النص. انا عايزه التجويف ده عشان هو ده اللي هحط فيه الحشوات بتاعتي، تمام. بالشوكه كده بقى هعمل خرام في قلب البيتزا من جوه كده، عشان انا مش عايزه الجزء ده مع السوى يخمر تاني. هرصها بقى الصينيه بتاعتي، بس انا دهنتها زيت خفيف خالص، هرص فيها كده البيتزا بتاعتي. بعد بعملها كده مش هتعرفي تعملي التجويف ده، هتجيبي بقى ايه بالكوباية بتاعتك كده او المج الصغير بظهرها كده بصي، ومن النص هتعمل لك التجويف ده اهي، في حالة ان انتي مش عارفة تعملي التجويف بايدك، وهت ايه وهتزوديه بس كده اهو، اهو مفيش اسهل من كده. برضه هخرمها كده بالشوكة عشان برضه ايه ما تخمرش معايا تاني في السوا، وهرصها في الصينية بتاعتي كده. هعمل بقى المقدار اللي يكفي الصينية، عملت اهو. هحط بقى الصلصة على البيتزاية، هوزعها عليهم كده حاجة بسيطة يعني مش كتير. ما تنسيش بقى تشجعيني باللايك الحلو بتاعك وتشتركي معايا في القناة. هوزع بقى بالفرشة بتاعتي الصلصة اهي، بس بجد ان شاء الله البيتزا بالطريقة دي هتعجبك جدا وما بتاخدش وقت في عمايلها خالص. لو حابري تعمليها في اي وقت مش هتاخد منك وقت خالص. هاخد بقى الحشوة بتاعتي اهي، ما بتاخدش كميات كبيرة يعني، الميزة بتاعت الميني بيتزا بصي حاجات بسيطة خالص.
يعني الربع مفروم والربع سجق اللي احنا عملناه ده ممكن يعملوا لك مرة كمان او مرتين تاني. وما شاء الله بيديني عدد كويس من البيتزا، يعني تكفي ما شاء الله، اللهم بارك، أسرة كبيرة. ولو عندك عزومة وعايزة برضو تحطيها جنب الأصناف بتاعتك، ضعفي كمية الدقيق وكمية المكونات والمقادير اللي احنا حطيناها بنفس كمية المفروم والسجق دي، برضو ما شاء الله هتعمل لك كمية كويسة. هاخد بقى من الفلفل والطماطم بتوعي اللي انا مخرطاهم دول، هحط على الوش. ادي الفلفل الاخضر، كميات بسيطة خالص بتاخدها، شايفة؟ احط بقى كل الخضار اللي انا مقطعاه، الفلفل الاصفر والاخضر والاحمر والطماطم على الوش زي ما انت شايفة، شكلها جميل. انا الولاد عندي عايزين نعملها كل يوم من كتر ما هي ما شاء الله بتطلع جميلة جدا. هحط بقى الزيتون برضو كده، حاجات بسيطة خالص على الوش اهي. كنت على طول بعملها في عزوماتي في رمضان، بجد كانت بتعجب حبايبي اللي بيشرفوني، كانت بتعجبهم قوي. اهي البيتزا بتاعتي اهي كده، بعد ما خلصتها حطيت لها كل الحشوات دي، بقى جبنة موتزاريلا، احط بقى كده حبة على الوش. شايفين ما شاء الله شكلها جميل. كده بقى انا خلصت الصينية بتاعتي اهي من البيتزا والحشوات اللي احنا حطيناها وكل حاجة خلصتها عليها اهي. هخلص بقى اعمل كل بقية القرص اللي انا مقرصاها وهدخلها الفرن على الشبكة، هي ما بتاخدش سوا، على الشبكة ولا عليها الشواية خفيف كده. اهي البيتزا بتاعتي بعد ما خلصتها وخرجت من الفرن، شايفة منظرها في منتهى الجمال. بصراحة حاجة تشرفك على سفرتك في اي زومة. تنسيش بقى لو عجبك الفيديو بتاعنا النهاردة تنسينيش بقى في اللايك. شايفة البيتزا جميلة ما شاء الله، اللهم بارك، شايفة قد ايه طرية اهي. حاجة في منتهى الجمال. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يعجبك وطريقة البيتزا تكون عجبتك ان شاء الله. وتابعي بقى كل فيديوهاتي، وبألف هنا، مع السلامة.